اطلاع أكثر على مستجدات المشهد الاحتجاجي في بغداد، ينضم معنا مراسلنا من داخل ساحات التظاهر سرمد الفاضل. أهلا بك سرمد، هل لك أن تصف لنا الأوضاع في ساحتي التحرير والخلاني، وهل تم تسجيل صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية؟ تفضل سرمد. صباحا، ليس هناك من صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند حاجز الخلاني تحديدا، آخر نقطة يصل إليه المتظاهرين، وكذلك هي النقطة المتقدمة بالنسبة للقوات الأمنية القادمة أو المتمركزة عند الخلاني الوثبة، هذه المنطقة التجارية التي تقع شمال ساحة التحرير، أقصى شمال الساحة. ما عدا ذلك الأوضاع تبدو هادئة جدا. نتحدث عن جسر السنك الذي قالت قيادة عمليات بغداد بأنه مفتوح لحركة المارة، نتحدث عن العجلات وكذلك الراجلة، لكن هناك محاولات من قبل المحتجين للسيطرة عليها والاقتطاعه كما يحدث عند جسر الجمهورية في محاولة للضغط على القوات الأمنية. سجلت أيضا الفرق الطبية الميدانية استخدام بنادق الصيد، قالت منظمات حقوقية، وأيضا تقارير ذكرت بأن القوات الأمنية استخدمت بنادق للصيد في محاولة صد المتظاهرين الذين يبدو أنهم يحاولون الوصول إلى الوثبة ليلا. يعني هذه العمليات مستمرة، لكن بالنهاية القوات الأمنية تعيد هؤلاء أو تصد هؤلاء بواسطة ما أمكن لها من أسلحة تستخدمها، سواء البنادق الصيد كما جاء في التقارير الدولية والمحلية من قبل منظمات معنية بهذا الأمر، وكذلك أيضا ما سجلته الفرق الطبية الميدانية هنا في ساحة التحرير. بالنهاية نتحدث عن نطاق حدد من قبل عمليات بغداد أن لا يتجاوز المتظاهرين الحاجز المرسوم لهم، وهو ساحة الخلاني، يعني من الشارع الواصل من ساحة الخلاني باتجاه ساحة النصر مرورا بجسر الجمهورية. طيب، وفي حال تجاوز المتظاهرين هذا الحد، هل تقوم القوات الأمنية برميهم بهذه أسلحة الصيد؟ بالفعل تواصل القوات الأمنية محاولات لصد المتظاهرين الذين تقول بأنهم يتجاوزون الخطوط المرسومة من قبل القوات الأمنية، وكذلك هم يتجاوزون بالنهاية الاتفاق الذي تم بين التنسيقية هنا في ساحة التحرير أو تنسيقيات الأمن في ساحة التحرير وكذلك القوات الأمنية، واتفاق أفضى بتسليم جسر السنك إلى القوات الأمنية وفتحها أمام حركة المرة بشكل طبيعي، ومن أجل ضمان طبعا عملية السير وتقليل الزخم الحاصل على الجسور وكذلك التقاطعات في بغداد. هذا جانب. قبل قليل أيضا عمليات بغداد ومديرية المرور قالت بأنه تم فتح أيضا الشارع الواصل من النهضة باتجاه الجيلاني وصولا إلى السنك وصولا إلى الصالحية، هذا الشارع أصبح أو أمسى مفتوحا أمام حركة المارة. هذا فيما يتعلق بالجانب الأمني، بالتأكيد هناك محاولات من قبل القوات الأمنية لصد كل من يحاول عبور هذا الخط، هم حجموهم من ساحة الخلاني باتجاه ساحة النصر، وطبعا ساحة التحرير هي من ضمن الرقعة الجغرافية المخصصة للتظاهر. أيضا تترقب ساحة التحرير مزيد من الحراك، يعني تزامنا مع إعلان محمد توفيق علاوي كابينته الحكومية، يعني يقال بأن وهناك أيضا مصادر ذكرت بشكل قوي جدا بأن الكابينة الحكومية ستعرض خلال هذا الأسبوع على الأقل، ربما نهاية الأسبوع تعرض الكابينة الحكومية، وبالتالي تعيش ساحة التحرير على وقع يعني تحضير لتظاهرة ربما تكون يوم الجمعة، تظاهرة مليونية كتعبير لرفض كابينة حكومة علاوي. طيب وأيضا سرمد، هنالك أنباء عن تقديم المتظاهرين لأسماء بديلة لمحمد علاوي، ما صحت هذه المعلومات؟ والآن ذكرت أن هنالك ستكون تظاهرة يوم الجمعة حول هذا الموضوع. هم لم يقترحوا اسم رئيس الوزراء او لم يعطوا يعني اسم صريح لرئاسة الوزراء، ولم يعطوا كذلك اسماء صريحة للوزراء في كابينة محمد توفيق علاوي، فبالتالي هذه الاحاديث ربما هي من جانب جزء في ساحة التحرير او ساحات الاعتصام والتظاهر في
في العراق، لكن بالنهاية ليس هناك من اتفاق فعلي على أنه ساحات الاحتجاج هي من ترشح سواء كان رئيس الحكومة أو حتى الوزراء في هذه الكابينة الحكومية. هم بالأساس يعني ناس بالأساس يتطيرون من فكرة تولي محمد توفيق علاوي رئاسة الحكومة، فبالتالي يقولون ما جاء به محمد توفيق علاوي هو لا يناسب ساحات الاعتصام وخارج عن إطار ما خرجوا به من مطالبات، فبالتالي ما يجي به هو لا يناسبهم بتاتا من ناحية الاستيزار، لأنهم يشكلون على شخص محمد توفيق علاوي بالأساس، يعني هم يشكلون على شخص رئيس الحكومة، فبالتالي كيف يمكن لهم أن يمرروا إمكانية محمد توفيق علاوي أن يتولى رئاسة الوزراء ويقترحوا أسماء للكابينة الحكومية، دا كانوا هم يعترضون على الكابينة بكاملها ومن ضمنها رئيس الحكومة. نعم سرمد الفاضل مراسلنا من تحرير كنت معنا، شكرا جزيلا لك.